مهند النداوي قطر تريبيون. معالي رئيس الوزراء، وزير الخارجية السعودي اعتبر يوم أمس أن الدعوات لقمم مختلفة هي من باب التنافس الجيد لتحقيق الأفضل، فهل برأيكم أن التنافس مطلوب في هذه القضية؟ وهل حقق التنافس الذي تحدث عنه الوزير السعودي أي نتائج حتى الآن لمصلحة إيقاف المجزرة في غزة؟ أنا الحقيقة كنت مشغول، ما سمعت المؤتمر الصحفي للأمير سعود. أنا أعتقد هو التنافس مهم، بس أعتقد التنافس على القمم غير صحي، أختلف معه في هذه النقطة. تغطية أحداث على مستوى عال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من قمم ومؤتمرات دولية ومحلية تشارك فيها شخصية رفيعة وبارزة بهدف إعداد تقارير تنقل روح الحدث من زوايا إخبارية وتحليلية، إنما جاءت تتويجا لمسيرة مهنية حافلة قربت عقدا من الزمن في مؤسسات متخصصة ذات رصانة مهنية مشهود لها وشهرة واسعة، وحقق بعضها سمعة رفيعة على المستوى العالمي. فإعداد التقارير المتخصصة لصحيفة قطر تريبيون التي ولجت فيها مجالات حساسة ترتبط ارتباطا عضويا بقضايا سياسية واجتماعية وإنسانية يعزف الكثير من الصحفيين عن سبر أغوارها، إنما راجع في جزء كبير منه إلى الخبرة المتراكمة عبر سنوات العمل الصحفي، والتي وفرت الأدوات اللازمة لمعالجة موضوعات لها ثقلها المعنوي من حيث الطرح والأهمية لأطياف مختلفة في المجتمع ولدى المؤسسات والهيئات المعنية. وما القمة العربية الطارئة حول العدوان على قطاع غزة والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، ومؤتمر الأمم المتحدة للمتابعة حول تمويل التنمية، ومحادثات السلام في دارفور، ومنتدى أمريكا والعالم الإسلامي، إلا أمثلة قليلة على نوع الأحداث التي غطيتها خلال فترة عملية في الصحيفة. وقد وفرت لي تلك التغطيات فرصة إجراء لقاءات على مستوى وزراء وأعضاء في برلمانات عدد من الدول، والتي كان آخرها اللقاء مع عضو الكونغرس الأمريكي براين بيرد. وكان للعديد من تلك اللقاءات والتحقيقات صداها الواضح في أوساط القراء والمؤسسات المعنية من خلال مساهمتها في إطلاق جهود التغيير، مثل التحقيق حول إهمال شاطئ محلي والذي ساهم في دفع الجهات المعنية إلى إطلاق حملة واسعة بعشرات ملايين الريالات القطرية لتطويره، فضلا عن الحصول على أخبار حصرية أعطت للتحقيقات الصحفية مذاقا مختلفا بالنظر لأهميتها للقارئ، مثل الكشف عن خطط للحكومة القطرية للسماح للشركات الأجنبية بتملك مقراتها في الدولة، والذي كان له صدى واسعا بين أوساط المقيمين والمواطنين في قطر على حد سواء. وجاء العمل في صحيفة قطر تريبيون حلقة مكملة لسلسلة طويلة من مسيرة مهنية امتدت لسنوات في مؤسسات صحفية مرموقة، وسبق التحاقي عمل متخصص امتد لعامين ونصف العام في وكالة الأنباء القطرية وفي قسم الرصد الإعلامي والتحرير تحديدا، حيث تركز العمل على إعداد نشرة صحفية خاصة بالقيادات العليا في الدولة وعلى رأسهم سمو أمير قطر، تتناول أبرز الأحداث الدولية والإقليمية والمحلية. الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تحركات إسرائيلية على الأرض تلت العمليات الفلسطينية التي شهدت. ورغم كونه محطة من محطات العمل الصحفي المتخصص الذي مارسته عبر مسيرتي المهنية، إلا أن عملي في قناة الجزيرة الفضائية على مدى 5 أعوام كان له وزن خاص وشكل علامة فارقة في تلك المسيرة الحافلة. فقد ساهم العمل في أجواء أول مؤسسة إعلامية عربية حققت شهرة وسمعة عالميتين في صقل خبراتي وإمكاناتي المهنية من خلال العمل برفقة فريق من أرفع الخبرات الصحفية من مختلف الدول العربية.
وفي ظل مناخ وفر قدرا كبيرا من الحرية تفتقر له أغلب المؤسسات الإعلامية العربية، حيث وفر العمل في محيط كالجزيرة فرصة الارتقاء بأدوات الصحفية إلى مستوى تمكنت معه من التدرج من صحفي إلى رئيس نشرة أخبار أو ما يصطلح عليه بمنتج أخبار. واستطعت على مدى السنوات الخمس من عملي في الجزيرة من اكتشاف واختبار وامتحان مختلف زوايا وخفايا مجال الصحافة التلفزيونية المتخصصة لإعداد تقارير من داخل غرفة الأخبار وفي التغطيات لأحداث محلية على مستوى دولة قطر. ولعل تغطية الأحداث المحلية على مستوى قطر من خلال تقارير أفردت لها مساحات في نشرة الأخبار من أبرز ما ميز فترة العمل في قناة الجزيرة، فقد أتاحت لي تلك التغطيات إمكانية إبراز القدرات المهنية وتوظيف الأدوات الصحفية في تقارير تعد من بين أصعب أنواع الكتابة الصحفية لما تنطوي عليه من حرفية عالية كالتقارير المنوعة التي تشكل مزيجا من جرعات مختلفة تقدم الأخبار والمتعة والطرافة بأسلوب مشوق. تحولت قاعة مركز المعارض في الدوحة إلى لوحة رائعة الجمال. ومن بين الأمثلة على مثل تلك التقارير تقرير عن معرض قطر للسيارات في إحدى دوراته، والذي سعيت خلاله لتقديم طرح جاد بتناول المشكلات والمعوقات التي اعترضت المعرض، مع إبراز الوجه الحضاري لدولة قطر في تركيبة حوت أيضا التشويق والإثارة والطرافة. ومثل العمل في قناة العراق الفضائية الذي سبق الالتحاق بقناة الجزيرة فرصة فتحت أمامي لأول مرة إمكانية استكشاف عالم الصحافة التلفزيونية بشكله الجاد، على الرغم من مناخ انعدام الحريات في تلك الفترة من تاريخ العراق الحديث، وذلك من خلال الاطلاع بمهام مختلفة تطلبت بجانب القدرات المهنية قدرا من الجرأة. فمن الوقوف أمام الكاميرا كمذيع أخبار للنشرة الإنجليزية، مرورا بالترجمة الفورية للمؤتمرات الصحفية لكبار المسؤولين في الدولة، وصولا إلى كتابة وإنتاج البرامج الوثائقية، وانتهاءا بتحرير الأخبار باللغتين العربية والإنجليزية، شكلت بمجموعها أول قاعدة فعلية للعمل الإخباري المتخصص في مؤسسة إعلامية لها وزنها آنذاك، من حيث كونها نافذة العراق الإعلامية الوحيدة على العالم. في القرن الثالث قبل الميلاد كان يمكنك أن تصل إلى مايسيني عبر طرق معبدة من مدينة تيرنس على البحر. وربما يمكن وصف فترة العمل القصيرة مع قناة الشباب الثانية، وهي من بين المحطات المحلية للتلفزيون العراقي آنذاك، والتي سبقت الالتحاق بقناة العراق الفضائية، كأول خطوة خطوتها في مؤسسة إعلامية عراقية. وبالرغم من حدثة عهدي بالعمل التلفزيوني، إلا أن تمكني من حرفة الترجمة التي رافقتها قدرات صوتية إذاعية متمكنة قد جعلتني موضع ثقة إدارة القناة لتكليفي بترجمة وإعداد التعليق الصوتي على أكثر البرامج الوثائقية صعوبة، والتي كانت في حينه برامج تاريخية وعلمية من إنتاج كبريات شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية العالمية. ويمكن القول بأن هذه المسيرة المهنية الحافلة بالتجارب الغنية لم تكن لتبدأ لو لم تتأسس على أساس سليم وقوي تمثل في ولوج عالم الترجمة بعمر صغير، مدفوعا بحب اللغات وتعلمها، والذي مكنني من امتلاك أدوات تلك الحرفة بعمر مبكر خلال سنوات الفتوة لأطورها إلى مستوى الاحتراف، ولتكون هي المفتاح الذي فتح أمامي أبواب العمل الإعلامي على مصراعيها.